طيب نخش على نادي الزمالك بقى، ويعني أسئلة كتيرة جدا برضو تجاوب عنها لأن الناس مهتمية جدا تعرفها. يعني سمعنا عن إن في معسكر دلوقتي مغلق للفريق، وأنت كنت موجود معاهم بقالك 48 ساعة أو أكتر، ولكن آخر 48 ساعة هناك أحداث كتيرة أو هناك صعوبات ولا هدوء؟ الحقيقة فين؟ بص حضرتك، هو مسألة المشرف العام على الكورة دي مسألة صعبة جدا، وأنا مش مبسوط بيها يعني مش حاجة بتزودني ولا هي مسؤولية برضو. يعني أنا كل المناصب اللي أنا فيها ما بتسعدنيش تماما. طبعا بقول الحمد لله وكل حاجة، لكن بتبقى مسؤولية. يعني أنا باخد الموضوع مسؤولية أكتر ما هو منصب. فيعني لما لقيت الوضع كان الأسبوع اللي فات كده بعد التعادل مع سموحة، ابتدى يحصل هيصة مش مفهومة كده، يعني سواء هيصة ليها أسباب أو ملهاش أسباب. ففي اللحظة دي قررت إن أنا أتحمل المسؤولية. يعني لأ، يعني إذا كنت أنا مش المنصب شايفه يعني إن أنا ماليش دور قوي كبير فيه، يعني أنا مش في الأول في الآخر مش هقول لهم يلعبوا مين وما يلعبوش مين مثلا يعني. فكلها برضو المشرف العام على الكورة ده بتبقى منطقة تتعلق بإن أنا ببقى همزة الوصل بينهم وبين الإدارة. فممكن ادي الدور ده من غير ما يطلق عليا اسم المنصب. لكن لما لقيت الدنيا هايصه كده والاعلام بيكتب في اتجاه تاني خالص، يعني مثلا مفاجاه دي، ده سابقه بقى. مفيش حد طلب، عايزين كتير من الحاجات دي، ان باسم مرسي او محمد ابراهيم او معروف يوسف يقعد او يتباع. مفيش حد طلب ولا الاستاذ مرتضى ولا ميدو ولا تجميده ولا عدم لعبه ولا حد جاب سيرتهم هم الثلاثه في القعده اصلا. يعني طبعا جاب سيره ان كل واحد ايه مشكلته وكده يعني، لكن ما طرحش خالص فكره ان ده يتباع او ده يتباع. والواحد ممسوك بقاله اسبوع، مفيش غير خبر الزمالك يعود في فكره اعاره محمد ابراهيم الاتحاد السكندري، ومعروف في فكره بيع باسم مرسي، تجميد باسم مرسي وعدم لعب. يعني اصل في مشكله عند باسم وعند محمد وعند معروف، حتى ما حدش جاب سيرته في الموضوع لكن هم حطوه برضه. في مشكله لما باسم يبقى هداف مصر السنه اللي فاتت ويبقى جايب مش عارف 17 جون ولا 15 جون، والسنه دي تهديفه قليل، اكيد في مشكله، بس مش معناها ان هو مش احسن مهاجم في مصر. هو يظل احسن مهاجم في مصر. توفيقه وعدم توفيقه ده شيء بيبقى مؤقت. محمد ابراهيم من يعني محمد ابراهيم من افضل اللعيبه في مصر. كون هو مش موفق لغايه دلوقتي بنسبه 100%، وصل للمستوى اعتقد ل 20% او 25% من المستوى ده، نتيجه ان هو كان قاعد بقاله سنه. فبالعكس الوقت ده اللي بيحتاج ان انت تطبطب على اللعيبه اكتر. يعني محمد ابراهيم وهو نجم مش محتاج وقفت جنبه، لكن محمد ابراهيم دلوقتي وهو بيعافر عشان يوصل لمستواه محتاج وقفتك جنبه وباسم هكذا. فادي سابقه، هو ما حدش قال ان حد يمشي، ومع ذلك مواقع. وانا بصراحه علاقتك بباسم كويسه؟ بص حضرتك، انا من ما بقعدش مع اللعيبه كتير، يعني مش ارتباطي باللعيبه هو ارتباط عمل و وبحبهم، لكن انا ما بحاولش دايما اكون قريب، لان لعيب الكوره لعيب كوره لازم اولى من ان انا اقعد جنبه واتصور معاه. الاولى ان انا اوفر له مستحقاته وشغله وهكذا. طبعا فانا ما علاقتي بيهم كلهم جيده، لان هم انا اعتقد ان الجيل ده لو ركز هيبقى من الاجيال الذهبيه لنادي الزمالك.